الحمد لله، الحمد لله جاعل الأيام والشهور عددا، وباد الأعوام والسنون وخلقه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا نظير ولا مثيل. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن ربه، فاللهم فصل وسلم عليه صلاة وسلاما بدوام الأرض والسماء، وعلى آله وأصحابه الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ففي هذه الخطبة سأتناول بحول الله بعض أحداث رجب الأصم الذي نوه الله بذكره في كتابه، فقال سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وجاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، 4 منهن حرم. 4 من هذه الأشهر حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وشهر رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. سيحل علينا بعد يومين شهر رجب، والذي وقعت فيه أحداث إسلامية عظيمة ينبغي التنبيه والتذكير بها، التنبيه لها حتى يعلمها المسلم، والتذكير بها حتى يأخذ منها المسلم العبر والمواعظ. من ذلك هجرة المسلمين إلى الحبشة، الهجرة الأولى وقعت في رجب وفي السنة 5 من البعثة. هاجر المسلمون إلى الحبشة بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ما كانت له علاقة بالحبشة وبالقارة الأفريقية ولا بالرجل الذي يحكم الحبشة، وإنما وحي أوحي إليه: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملك لا يظلم عنده أحد. وهاجر المسلمون إلى الحبشة وانتشر الإسلام بهم، ودخل الإسلام إلى القارة الأفريقية بهؤلاء الفئة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في شهر رجب وفي السنة 10 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت حادثة الإسراء والمعراج،
وكأن الإسراء والمعراج فيه إعلان لأهل السماء لأهل الأرض، إن كنتم رفضتم محمدا صلى الله عليه وسلم المرسل من قبل الله عز وجل فإننا نرحب به، أي أهل السماوات. وكذلك فيه إشارة أن الريادة والقيادة قد انتقلت إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في شهر رجب مات النجاشي، تأملوا أمر الله، هاجر المسلمون إلى الحبشة في شهر رجب، ومات ملك الحبشة في شهر رجب سنة 90 من الهجرة، وقد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة صلاة الغائب. وكان النجاشي هذا الرجل كان صالحا تقيا ورعا، آوى أهل الله، آوى أولياء الله من الصحابة ونصرهم وعزرهم وآزرهم، ورفض أن يردهم إلى المشركين. وفي هذا الشهر، أي في شهر رجب، وقعت غزوة تبوك إلى الروم، وتسمى غزوة العسرة، التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وقادها المسلمون مع الرسول صلى الله عليه وسلم جهادا وإنفاقا، حيث جاء أبو بكر في هذه الغزوة بماله كله ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عثمان وجهز الجيش كله بماله. أتعرفون كم كان عدد جنود المسلمين الذين جهزهم عثمان؟ 30,000 رجل، 30,000 رجل. وكان عدد المقاتلين الذين يركبون المراكب 10,000 فرس، واثنى عشر ألف بعير. وحتى لا يقال إن الصحابة كانوا فقراء، فقائل هذا القول إنما هو يجهل تاريخ الصحابة وسيرة الصحابة، كانوا أثرياء، كانوا أغنياء، لكنهم كانوا زهادا، ما يملكونه ينفقونه، كانوا كرماء، كانوا أسخياء رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. في هذا الشهر، في شهر رجب، فيه فتح دمشق الشام على يد أبي عبيدة ابن الجراح وخالد بن الوليد، فصار الشام ودمشق بلدا إسلامية، وسيبقى بلدا إسلامية
مع كثرة المكائد والمكر بالشام وأهله. وفي هذا الشهر كانت معركة الزلاقة. وما هي الزلاقة؟ حينما اختلف المسلمون في الأندلس وتفرقوا إلى أمراء وطوائف، فطمع فيهم الأعداء وتكالبت عليهم أوروبا، فجاء وطلبوا الاستنصار بالمغرب، والذي كان يحكمه آنذاك يوسف ابن تاشفين المرابطي، فجهز الجيش الذي لا مثيل له، ثم عبر البحر وقاتل المسيحيين حتى نصره الله عز وجل ورد الأندلس إلى أهلها بقوة وعزة لا مثيل لها. وفي هذا الشهر كان انتصار المسلمين على الصليبيين في الشام، ودخلوا بيت المقدس بقيادة صلاح الدين الأيوبي. وكان في يوم الجمعة أن دخل وصلى الجمعة في بيت المقدس والروم في بيت المقدس، فما قتل أحدا وما سفك دما. بعد 88 من الاحتلال الصليبي، الصليبيون لما دخلوا بيت المقدس قتلوا الآلاف من المسلمين حتى كان الدم يسيل في الشوارع والأزقة. أما المسلمون حينما دخلوا وانتصروا ونصرهم الله على الصليبيين فلم يقتلوا ولا واحدا منهم. وهنا تظهر رحمة الإسلام، أن الإسلام دين الرحمة، دين السلام، وهم يعرفون ذلك ولكنهم ينكرون. وفي شهر رجب توفي عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عن عمر كم كان عمره لما توفي؟ عن 39 من عمره، 39 عام. حكم 30 شهرا بالعدل، وكما يقول العلماء عقمت أرحام النساء أن تلدن مسكينا واحدا في خلافته، 30 شهر فقط، ولم يوجد ولم يظهر ولا فقير واحد في البلاد التي يحكمها، يحكم الجزيرة العربية وآسيا وأفريقيا، كل هذه البلاد صار أهلها أغنياء أثرياء، وذلك بالعدل. وفي هذا الشهر وقعت أحداث وأحداث، هذه للعبر والاتعاظ، وإلا في الأحداث في هذا الشهر كثيرة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأخذ العبر والمواعظ، وغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، فنحن على أيام أو بعد يومين من دخول شهر رجب. هذا الشهر ينبغي أن نعمره بطاعات الله عز وجل،
والإنفاق في سبيل الله وكثرة أفعال وأعمال الخير، لأن الأجر يتضاعف. وكذلك الصيام، فأشهر الله الحرم الصيام فيها مشروع بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من العابدين، من العابدين الأوابين التائبين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا.